بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأضحت له حجب الجلالة توطأ، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الأكارم إلى هذا اللقاء الأول من سلسلة لقاءات تجمعنا حول ما أسماه الإمام السنوسي أبو عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أسماه التعريفات والحقائق. أسماه ماذا؟ التعريفات الحقائق، بل سماه الحقائق في تعريفات مصطلح الكلام. الحقائق في ماذا؟ في تعريفات مصطلح علم الكلام. وإنما تأخذ من هذا أول لفتة، انتبهوا يا شباب، تأخذ من هذا العنوان أول لفتة. هو يقول الحقائق في تعريفات مصطلح علم الكلام، فهو لن يأتي بما اصطلح عليه علماء الكلام ويأتي بتعريفه فقط، إنما سيأتي بالحقيقة في تعريفه. سيأتي بماذا شباب؟ بالحقيقة في تعريفه. اقرأ معي مرة أخرى. يقول الحقائق في ماذا؟ في تعريفات مصطلحات علم الكلام. الحقائق في تعريفات مصطلحات علم الكلام، فهو سيركز على الحقائق في داخل التعريفات، لن يأتي بالتعريفات وحدها. ودعوني أتكلم مع حضراتكم قليلا حول هذا الكتاب، ثم نشرع بعد ذلك في قراءته تفصيلا. أما الكلام الذي سنقدم به بين يدي هذا الكتاب فإنما هو في ثلاثة نقاط. في كم نقطة؟ النقطة الأولى، الإمام السنوسي مؤلف هذا الكتاب يا شباب إنما وضعه كالكشاف. وضعه كماذا؟ كالضوء الذي تستعمله في قراءتك كل ما يأتي من كتب علم الكلام بعد ذلك. ماذا أكتب يعني في النقطة الأولى؟ أكتب يا سيدي بين يدي كشاف، بين يدي كشاف أسلط ضوءه على الكتب فتكون قراءتها لي سهلة. بين يدي كشاف أسلط ضوءه على الكتب فتكون قراءتها بالنسبة لي سهلة وميسرة إن شاء الله. فإذا ما أتقن هذا الكتاب الحقائق في تعريفات مصطلح علم الكلام يا شيخ فرحان، إذا أتقن هذا الكتاب كل كتاب في علم الكلام بعد ذلك ستكون قراءته يسيرة، ليس فيها تعقيدات، ليس فيها تعقيدات. هذه هي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية يا شباب، لما كتب الحقائق في تعريفات علم الكلام كأنه يكتب ملخصا من ملخصات العقائد بالضبط. فبدأ في كتابه بمصطلحات البسملة وبمصطلحات الحمدلة وبمصطلحات الواجب في حق الله وبمصطلحات الجائز في حق الله، وبعدها بمصطلحات المستحيل في حق الله وبمصطلحات الواجب في حق الرسل وبمصطلحات المستحيل في حق الرسل وبمصطلحات الجائز في حق الرسل هكذا. ثم في الختام يتكلم عن مصطلحات كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول. لماذا يفعل هذا؟ لأنه كما أخبرنا في الوسطى يا شباب أنه كتب في النهاية أن كل ما تتعلمه من مصطلح علم من العقائد إنما هو مندرج في كلمة التوحيد. تذكرون هذا؟ ها؟ إن كل ما نتعلمه من العقائد إنما هو مندرج في ماذا؟ في كلمة التوحيد. فجاء بكلمة التوحيد هذه فاستنبط منها المصطلحات التي تقرأها وأنت تقرأ أن العقائد مندرجة في علم في كلمة التوحيد، فتجد الكاتب يستخدم بعض الألفاظ، فما حقيقة تعريفات هذه الألفاظ؟ هذا هو الكلام، تفهمونني يا شباب؟ فهذا الكتاب إنما هو كالدليل لقراءة كل كتب علم الكلام بعد ذلك. هذه المعلومة رقم كم؟ واحد. المعلومة الثانية يا شباب، إنه لما كتب الحقائق والتعريفات إنما جرى على نفس نمط كتابته للوسطى والصغرى والكبرى، يعني يتكلم في البسملة والحمدلة ويتكلم في ماذا؟ في الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى.
يعني الترتيب الذهني للكتاب، البسملة والحمدلة والمقدمات، ثم بعد ذلك الواجب في حق الله، ثم بعد ذلك المستحيل في حق الله، ثم بعد ذلك الجائز في حق الله. يعني كما تقرأ كتاب الخليدة، كما تقرأ كتاب الوسطى. تفهمون؟ ما فهمتم؟ فهمتم؟ هكذا سترون الأمور أمامكم ونحن نقرأ. إذن كأنك تفهم الآن، الورقة الأولى مصطلحات البسملة، الورقة الثانية مصطلحات الحمدلة، الورقة الثالثة مصطلحات الواجب في حق الله تعالى، الورقة الرابعة مصطلحات المستحيل في حق الله تعالى، الورقة الخامسة مصطلحات الجائز في حق الله تعالى. وما هو الجائز في حق الله تعالى؟ اعطيني مثالا من الأمثلة، الذي المثال الذي ركزنا عليه أكثر من مرة أثناء قراءتنا، وهو مثال ماذا؟ جواز رؤية الله تعالى. هل رؤية الله مستحيلة؟ واجبة؟ جائزة. فيأتي برؤية الله تعالى مثلا، والكلام الذي يدور حولها، من الذي يثبت الرؤية ومن الذي ينفيها، والذي يثبت الرؤية يأتي بمصطلحات، والذي ينفي الرؤية يأتي، فهو يأتي بكل هذه المصطلحات ويضع يدك على حقائقها. واضح هذا الكلام؟ فما هي الورقة الأولى؟ ها، على ما وضحت لحضراتكم الآن، ما هي الورقة الأولى؟ مصطلحات البسملة. والورقة الثانية هكذا. أنا أحتاج أن أكتب الورقة الأولى والثانية؟ لن أحتاج، فسأدخل في قراءة الكتاب مباشرة. ولكن انتبهوا يا أحبابي، كل مصطلح من هذه المصطلحات، لا 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 أنا آسف، كل حقيقة من مصطلحات، كل حقيقة في هذه التعريفات أنت محتاج إليها جدا، أنت محتاج إليها في غاية الاحتياج إليها، في غاية الاحتياج إليها. واضح؟ الآن سنبدأ مباشرة. يقول مولانا الإمام السنوسي المتوفى سنة 95 و800، أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ من؟ محمد بن يوسف ابن عمر السنوسي، السنوسي المالكي الأشعري، أحسنت، المتوفى سنة 95 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا جماعة، أنا سأحاول حفظ كل هذه الحقائق، فإن خرجت بحفظ 90% منها فأنا أصبحت عالما من علماء الكلام، أو أصبحت بين يدي الأدوات التي أصير بها عالما من علماء الكلام. تفهمون؟ هيا بنا. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد. حقيقة، لم أسمع، حقيقة التعوذ. لماذا بدأ بحقيقة التعوذ؟ لأن الإنسان إذا بدأ في القراءة أو بدأ في الكتابة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. والحمد لله أنه لم يقل حقيقة الشيطان. من الذي يعرف حقيقة الشيطان؟ عندكم شيطان في أندونيسيا؟ أندونيسيا مليئة بالشياطين، ليست مليئة بالشياطين. إنما قال أول ما بدأ حقيقة ماذا يا شباب؟ التعوذ. ما هي حقيقة التعوذ؟ اقرأ معي. يقول سيدنا الشيخ، هو التحصن بالله من، إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما حقيقتها؟ أتحصن بالله من الشيطان الرجيم، فأنا الآن في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يدركني، فأنا في حصن حصين في حمى رب العالمين. هذه حقيقة التعوذ. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا يعني ماذا يا مشايخ؟ فهذا يعني أنك تحصنت في حصن حصين في حمى رب العالمين من الشيطان الرجيم. هل هذه تحتاج إلى، فهمتموها؟ هذه الحقيقة الأولى. ونسيت أن أقول لحضراتكم إن الإمام السنوسي في هذا الكتاب الصغير العبقري، الصغير الإيه؟ العبقري، جمع أكثر من 150 تعريفا، 150 وزيادة، أنا حاولت أن أحصيها فعددت إلى 150 ثم عجزت عن العد. فوجدته يفصل من حقيقة إلى أخرى أكثر من 150 حقيقة في مصطلح من مصطلحات علم الكلام. تفهمون؟ فتخيل لو أنك حفظت 150 حقيقة هذه، أين ستكون يومها؟ ستسير في الشارع تقول أنا من المتكلمين، أنا من المتكلمين. ولكن هذا باعتبار ما سيكون، لكن لا باعتبار الآن أنا على الطريق، خطوة على الطريق، صحيح؟ فما حقيقة التعوذ؟
طيب ولا عد معي اثنين، سنعد كم مصطلحا؟ أكثر من 150، أكثر من 150. قال رحمه الله: وحقيقة بسم الله، لماذا جاء بحقيقة بسم الله بعد حقيقة التعوذ؟ ها، لأن الإنسان يبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال الإمام رحمة الله عليه: قال حقيقة بسم الله هو التبرك بالذات العلية المسماة بالله الموصوفة بالرحمن الرحيم، الموصوفة بسم الرحمن الرحيم. ماذا يا مشايخ؟ التبرك، التبرك بالذات العلية، الذات العلي التي هي الله المتصفة بماذا؟ بالرحمن الرحيم. والحقيقة أن بسم الله هذا هذه اللفظة يعني تكلم فيها الأصوليون كلاما واسعا، فالباء باء الاستعانة، ولا الباء باء التبرك، ولا باء المعية، ولا الباء ماذا يقصد بها؟ الذي اختاره السنوسي في التعريفات أنها باء الإيه يا مشايخ؟ التبرك. يعني بسم الله أنا متبرك بعد أن استحصنت، بعد أن تحصنت به سبحانه وتعالى، أنا الآن ماذا؟ متبرك بصحبة اسم الله أثناء القراءة أو أثناء التأليف أو أثناء الخطبة أو أثناء إلقاء المحاضرة أو أثناء إلقاء الدرس. المهم أني متبرك باسم من؟ واضح؟ يعني الذي بعده. قال: لكن لا تستعجبوا، لا تقولوا ما هذا؟ هذا كتاب يسير جدا. لا، ستأتيك الحقائق الدشن بعد قليل وتحتاج إلى فهم وتمحيص. لأن الشيخ حميد يقول: ليتني قرأته وحدي، لا أحتاج الدكتور في قراءتي. لا، أنت ستقف على دقائق وحقائق لم تكن تعرفها قبل قراءتك هذا الكتاب. أول مصطلح ما هو يا شيخ وسيم؟ التعوذ. والذي بعده؟ الذي بعده؟ وانظر ماذا يقول سيدنا الشيخ: حقيقة الله. وأنا في الحقيقة قفش علي لما وجدته كتب حقيقة الله. من الذي يدرك حقيقة الله؟ الله. لكنه يريد أن يقول حقيقة لفظ الجلالة، لا يقول حقيقة الذات، انتبهوا، لا يقول حقيقة الذات، وإنما يقول حقيقة إيش؟ لفظ الجلالة، حتى لا يتوهم إنسان أن السنوسي يكلمك عن حقيقة الذات الإلهية. ومن الذي يعرف حقيقة الذات الإلهية؟ إنما يتكلم عن ماذا يا شباب؟ حقيقة لفظ الإيه؟ لفظ الجلالة. فيقول رحمه الله تعالى: هو اسم جزئي علم على ذات واجب الوجود الموصوف بالصفات المنزه عن الآفات الذي لا شريك له في المخلوقات. فماذا ينصرف في ذهنك إذا ما ذكر أمامك الله؟ اسم يدل على ذات واجبة الوجود منزهة عن النقائص، منزهة عن النقائص والآفات، لا شريك له في المخلوقات. الله، قولوا الله. ما الذي جاء في ذهنك؟ اسم يدل على الذات الإلهية الواجبة الوجود المنزهة عن النقائص والآفات المخالفة لجميع المخلوقات. فإذا قال لك: ما يجب في حق الله هذا، وأنت تقرأ كتب علم الكلام ستجد عنوان كبير: ما يجب في حق الله، صحيح؟ أول ما تسمع كلمة الله، ما الذي تجده في ذهنك؟ اسم يدل على الذات الواجب الوجود، ها، الموصوف بكل كمال، المنزه عن الآفات، المخالف لا شريك له في المخلوقات سبحانه وتعالى. كم مصطلحا عرفنا حتى الآن؟ ثلاثة. فالأول لم أسمع، الأول والثاني بسم الله، والثالث بقي كم على 150؟ خلاص دقائق وننتهي، خلاص خلاص. الرابع، انتبه، الرابع يقول: حقيقة، من أين جاء بكلمة الرحمن؟ كأنه يشرح لك مصطلحات بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت لكم، واضح؟ طيب الرحمن ماذا يقصد؟ قال: هو اللفظ الدال على جلائل النعم. ماذا يقصد بجلائل النعم؟ يعني النعم العظام، النعم العظيمة، مثل ماذا؟ الإسلام، ومثل ماذا؟ الإيمان، ومثل ماذا؟ إرسال الأنبياء، ومثل ماذا؟ من جعلني في الأزهر الشريف، ومثل ماذا؟
إن جعلني أندونيسيا ومثل ماذا؟ أنه لم يجعلني متزوجا حتى الآن. ها؟ تلميذا، وهذا والله من النعم العظام، صحيح؟ وجعلني أمالكيا. هذه والله من النعم الإيه؟ العظام، صحيح؟ طيب، ما فالرحمن هو المنعم ب جلائل النعم، وحقيقة الرحيم هو اللفظ الدال على دقائق النعم. دقائق النعم يعني النعم الخفية التي تخص كل واحد منا، هكذا. المصطلح الذي بعده حقيقة الحمد. لماذا يقف الآن على حقيقة الحمد؟ كأن الإنسان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، وبسم الله الرحمن الرحيم، ها، الحمد لله. في بسم الله الرحمن الرحيم وقف على حقيقة كم مصطلح؟ بسم الله والله والرحمن والرحيم. هل بقي شيء من بسم الله الرحمن الرحيم؟ هكذا بقي شيء؟ لم يبقى شيء. واضح هذه الطريقة يا مشايخ؟ شديدة الوضوح. انتبهوا يا شباب. قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ذلك ماذا يقول؟ فيقول لك الحمد، ها، حقيقة الحمد ماذا؟ اللغوي. اللغوي، لأن الحمد له معنيان، لو كان معنى معنى لغويا ومعنى اصطلاحيا، ومعنى وله حقيقة، وله حقيقة أيضا مع معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي. له ماذا يا شباب؟ له حقيقة. واسمعوا وركزوا معي. قال وحقيقة الحمد اللغوي هو، احفظ، الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، سواء كان من باب الإحسان أو باب الكمال المختص بالمحمود كعلمه وشجاعته. المحمود، من المحمود؟ أنا محمود، أنا والله أنا محمود، صحيح؟ وأنتم تحمدون أيضا على صفات شجاعة وطلب العلم والصبر على المذاكرة. فكل إنسان فيه ما يحمد عليه، فأحمده على ما فيه من الشجاعة والصفات الحسنة، يسمى هذا حمدا في اللغة أم في الاصطلاح؟ إذن هو معناه في اللغة، أما في الاصطلاح فأنا أحمد من؟ لا أحمد محمود الذي يقرأ لي كتب السنوسية، لا طبعا، إنما أحمد من في المصطلح، في مصطلح علم الكلام أحمد من؟ ثم يقسم لك الحمد إلى أقسام، حمد قديم لقديم، وحمد، وهذا قد وقفنا عليه قبل ذلك، صحيح؟ لكن الآن ذكروني، ما معنى الحمد في اللغة؟ الثناء بالكلام الجميل على المحمود بجميل، سواء كان من باب الإحسان أو باب الكمال المختص بالمحمود كعلم وشجاعة. ما معنى من باب الكمال؟ يعني يحمد على صفات وإن لم يحسن إلي بها، هذه صفات فيه هو ولكن لم يحسن إلي بها، ومع ذلك هو يحمد عليها، لأنه متصف بصفات كمال، متصف بصفات إيش؟ بصفات كمال. هذا الحمد في حقيقته في ماذا؟ في اللغة. لكن اسمع سيدنا الإمام السنوسي كيف ينطلق، يقول ها، أو باب الكمال المختص بالمحمود كعلمه و، فما حقيقة الشجاعة؟ انظر انظر انظر. فما حقيقة الشجاعة؟ يقول حقيقة الشجاعة هي قوة تحدث في المرء عند اقتحام الشدائد وتلاحم الصفوف، يقال عنه شجاع، يقال عنه ايش؟ كم مصطلحا عرفنا حتى الآن؟ 7.